بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاحبه الكرام ورحمه الله وبركاته حديثنا في هذه الدقائق عن قصه اصحاب الايكه نستمع للايات المباركات بسم الله العظيم. هذه القصه الرائعه والجميله وهي القصه السابعه في قصص الانبياء في سوره الشعراء والتي تتحدث عن اصحاب الايكه وعن منطقه الايكه. الايكه طبعا هي منطقه تقع بين الحجاز والشام وفي موقع استراتيجي موقع مهم باعتبار انها تتوسط القوافل السياره التي تنطلق من الحجاز الى الشام او العكس من الشام الى الحجاز. وهي ايضا تقع بالقرب من منطقه مدين. نفس منطقه مدين ايضا هي بين الحجاز والشام. طبعا سميت هذه المنطقه بالايكه لانها مكتظه بالشجر. منطقه جميله حتى ذكرت بعض التواريخ انها منطقه مليئه بالثمر مليئه بالانهار متفجره بالابار والاشجار المكتظه بصنوف الثمر وهذا ما جعلها مقصد للقوافل السياره اهل الايكه او اصحاب الايكه لما وجدوا ان هذه القوافل تمر على هذه المنطقه واصبحت مع مرور الايام ومع مرور الشهور اصبحت منطقه ثريه ومنطقه استراتيجيه ومنطقه مهمه ولا غنى للرحاله او للقوافل السياره لا غنى لهم عن ان يمروا على هذه المنطقه وجدوا احتياج الناس لهذه المنطقه حاجه الناس لهم استغلوا هذه الحاجه استغلوا مرور هذه القوافل على هذه المنطقه خصوصا الاثرياء خصوصا التجار اصحاب الاموال فصاروا عمدوا الى هذه القوافل صاروا يبتزونهم اولا فرضوا الضرائب على هذه القوافل السياره ضرائب ثم بعد ذلك صاروا يشترون منهم البضائع التي عندهم بابخس الاثمان ويبيعونهم ما يحتاجونهم يعني هذه القوافل يحتاجون إلى 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 الماء يحتاجون إلى إلى الغذاء يحتاجون إلى الثمر يحتاجون إلى الزاد صاروا يبيعونهم ما يحتاج ما يحتاجونهم هذه القوافل بأموال بأثمان باهظة لأنه كما ذكر التاريخ أنه كانت السلع في ذلك الوقت يعني تباع السلعة مقابل سلعة يعني يأخذون سلعة ويعطون مقابلها سلعة أخرى هذا في الكثير من المبادلات التجارية خصوصا في هذه المنطقة منطقة الايكة فإذا الأمر الأول فرضوا الضرائب على القوافل السيارة الأمر الثاني صاروا يشترون منهم بأبخس الأثمان ويبيعونهم بالبضائع الرديئة ويأخذون منهم أفضل البضائع والأمر الثالث ايضا كما ذكر التاريخ انهم لعبوا في الموازين لعبوا في الموازين صاروا لك حاله من الغش حتى في الميزان طبعا هذه الحاله من الضرر من الاضرار من البخس هذه الحاله التي انتشرت عند اهل الايكه ليس فقط بالنسبه للقوافل السياره وانما حتى بالنسبه للفقراء في تلك المنطقه يعني الاثرياء في منطقه الايكه جاروا على الفقراء فاصبح الفقراء يعني هكذا التجار يبتزونهم اهل الثروه يبتزونهم فوجد هنالك خلل اقتصادي في هذه المنطقه طبعا الخلل الاقتصادي لا شك انه يولد خلل اخلاقي ويولد خلل اجتماعي وهذا شيء يعني في علم الاجتماع واضح فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يعني العباده حتى يستطيع الانسان ان يعبد الله عز وجل بحاجه الى ان يعني يملا هذه المعده الخاويه الجائعه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع لان المعده الجائعه ممكن ما تعرف تعبد الله عز وجل ولذلك أنت تقرأ عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه أو تقرأ مثلا إذا دخل الفقر بلدا قال له الكفر خذني معك وهذه بعضها كلمات مأثورة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن الفقر إذا دخل منطقة ما ممكن أن يؤدي هذا الفقر الى فساد اخلاقي فساد اجتماعي وهذا الذي حصل في منطقه الايك انتشر الفساد الاخلاقي وانتشر الفساد الاجتماعي تفرع من هذا الفساد الاقتصادي الله عز وجل نظر الى هذه المنطقه والى فسادهم والى طغيانهم والى عصيانهم والى تمردهم والى لعبهم بالموازين فارسل لهم نبيه شعيب، نبي الله شعيب هو ليس من منطقة الأيكة وإنما هو من منطقة مدين يعني عنده مصاهرة نسبية بمنطقة مدين هو ليس من الأيكة لذلك القرآن الكريم لما تحدث عن الأنبياء في سورة الشعراء يقول إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون هنا لما تحدث عن الأيكة وعن شعيب قال إذ قال لهم شعيب لأنه ليس من منطقة الأيكة هو كان من منطقة مدين الله تبارك وتعالى أوحى إليه يا شعيب اذهب إلى منطقة الأيكة وادعوهم إلي ادعوهم إلى الله عز وجل إلى الصراط المستقيم ادعوهم إلى تقوى الله، إلى مخافة الله عز وجل. فنزل الوحي على شعيب بهذا الأمر الإلهي، فركب نبي الله شعيب دابته وتوجه إلى منطقة الأيكة، دخل هذه المنطقة حقيقة منطقة بعض التواريخ يصفها كأنها جنة في الأرض، مليئة بالآبار والأنهار وال تلاحظ كيف الأشجار المكتظة المنطقة مكتظة بالأشجار المعبأة بصنوف الثمر ذات ظلال منطقة استراحة منطقة مقصد للقوافل سوق تجارية كبيرة يعني شيء عجيب دخل هذه المنطقة فدعاهم نبي الله شعب إلى تقوى الله عز وجل لاحظ كيف القرآن يتحدث في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهذا في إشارة كما ذكر بعض المفسرين اما الى ان دعوه شعيب تمثل دعوه كل الانبياء وبالتالي تكذيب نبي الله شعيب يعني تكذيب لكل الانبياء او ان الراي الاخر ان الله عز وجل بعث لهم انبياء قبل نبي الله شعيب فكذبوهم وكان شعيب هو اخر هؤلاء الانبياء الذين بعثهم الله الى هذه المنطقة الى الايكة الى اصحاب الايكة سواء كان هذا الراي ان رسالة شعيب هي رسالة لكل الانبياء او الراي الاخر ان هنالك انبياء بعثهم الله عز وجل قبل شعيب فكذبوهم هؤلاء جميعا يقول كذب اصحاب الايكة المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون ما في اخوهم لان هو ليس من منطقة الايكة وإنما هو منتدب مبعوث جاء الوحي عليه وهو في مدين اذهب إلى هذه المنطقة إلى أصحاب الأيكة وليس منهم لذلك ما قال أخوهم إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وأول ما دعا نبي الله شعيب دعا هؤلاء إلى تقوى الله عز وجل دعاهم إلى التقوى لأن الرسالات كل الرسالات تتمحور حول التقوى التقوى يعني المخافة التقوى جنة حصينة ذاك اليوم صعد يا امير المؤمنين صلوات الله على المنبر ليبين ان الانسان المتقي يعيش في سعادة في الدنيا والاخرة فقال عباد الله ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا واجل الاخرة فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم اهل الدنيا في اخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت إشارة إلى أن الإنسان المتقي يعيش يعني أفضل عيشة في مأكله في مسكنه في ملبسه في حياته بعيد عن الأمراض لأن يمشي على على خطى الرسالة السماوية على هدي القرآن على توصيات الوحي فيتجنب يتجنب التعب والمرض والعناء والعذاب الله يجنبه كل هذه المتاعب يقول سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت ثم انصرفوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة إشارة إلى أن لذاتهم محفوظة ودعاؤهم مستجاب وهم سعداء في الدنيا والآخرة ومره اخرى صعد المنبر يحذر ان الانسان يجب ان يتقي الله قبل فوات الاوان قال فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله وبادروا اجالكم باعمالكم وتزودوا فقد جد بكم واستعدوا للموت فقد لكم وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا ان الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا فالتقوى هنا العنوان الأساس لدعوة نبي الله شعيب لهؤلاء الذين دخلوا في الفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي والفساد الأخلاقي ولعبوا بالموازين وفرضوا الضرائب والأثرياء أرهقوا, أرهقوا الفقراء وسلبوا أموالهم دعاهم إلى التقوى الله إلى مخافة التقوى المخافة يعني إلى تقوى الله عز وجل اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين وهنا تحدث عن الامانه في الرساله اني انا ناقل ومؤتمن على رساله وكل انبياء امناء على على ما يحملون من رساله انا رسول مجرد رسول وامين احمل لكم ما حملني الله عز وجل لكم وما حملني الوحي لكم اني لكم رسول امين ثم كرر كلمه التقوى مره ثانيه قال فاتقوا الله واطيعون اشاره الى اهميه التقوى وايضا ستاتي الايات بعد ذلك كرر التقوى مره ثالثه لما قال واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين اذا تحدث عن التقوى وامرهم بالتقوى في ثلاث مواضع ثلاث ايات حثهم على التقوى لان التقوى هي اساس اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون ماذا تريد يا شعيب بماذا نطيعك؟ قال يعني جاء بعد ذلك بما اقترح عليهم من خطه اقتصاديه ومن خطه اجتماعيه ومن اوامر ربانيه تحقق لهم النجاه والسعاده لكن قبل ان يبين لهم هذه المنظومه من الاوامر قالت انا مجرد رسول لا اطلب اجرا على هذه الرساله قال وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين الرسل ايها الاحبه لا يطلبون اجرا من احد كل الرسل وكل الانبياء لا يطلبون اجرا من احد الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الله تبارك وتعالى أمره قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني أطلب أجر الرسالة محبة ومودة القربة مودة أهل بيتك من الناس أن يعرف الناس قيمة أهل بيتك قيمة الزهراء والحسن والحسين وابن عمك علي بن أبي طالب هؤلاء الآل الكرام الذين ورد في حديث الكساء أن الله قال ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا مضيء ولا شمسا مضيء إلا لأجل لهؤلاء إلا لأجلهم ومحبتهم قيل يا رب ومن تحت الكساء قال فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هؤلاء الآل الكرام أهل بيت النبوة الذين دعا القرآن وطالب الوحي بأجر رسالة مودتهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هنا في هذه الآية نبي الله شعيب قال أنا لا أطلب أجرا أنا لا أطلب أجرا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ماذا تريد يا شعيب قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين أوفوا الكيل أنتم عندكم حال من التلاعب في الكيل دائما تنقصون الكيل دائما تحاولون ان تتلاعبون في الوزن مع هؤلاء المحتاجين القوافل السياره او الفقراء من بلدتكم من منطقتكم من منطقه الايكه اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين لا تخسرون الناس لا تسلبونهم اموالهم لا تنقصونهم المخص يعني المنقصين لا تنقصون في الوزن وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس قال بعض المفسرية كلمة رومية والمشهورية كلمة عربية لأن القرآن كل لسان عربي مبين لكن هي كلمة عربية وقال بعض هي كلمة رومية في الأصل على كل حال وقال البعض القسطاس الميزان الكبير الميزان الكبير والذي له مؤشر وله لسان وهو يكون اضبط في الوزن. واشار كلمه المستقيم انه زنوا بالقسطاس يعني الميزان العادل. لا تلعبوا في الموازين. لان لعبوا في الموازين. وضعوا خلل في الميزان لصالحهم. قال وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني بالميزان الصحيح. بالميزان العادل. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وربط هنا القرآن الكريم بخس الناس يقود إلى الفساد في الأرض وهذا شيء طبيعي, شيء طبيعي البغي على الناس يؤدي إلى الفساد في الأرض لأن الفتن والقتل والجرائم والسرقات والفساد كل, كل هذا ينطلق من جور الناس بعضهم على بعض وتعد الناس بعضهم على بعض قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم لا تاخذون من 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 الناس ما ليس لكم بحق تسلبونهم اموالهم وبضاعتهم بالضريبه وبالخديعه وباللعب في الميزان وبغير ذلك وهذا يؤدي الى الفساد بلا شك ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ثم رجع الى قضيه التقوى التفتوا ايها الاحب ثم قال واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين الجبلة بعض المفسرين يقول الجبلة مأخوذة من الجبل وهي الجماعة التي تقدر بعشرة آلاف فما فوق الجماعة الكثيرة التي تضاهل الجبال في شموخها وهيبتها وعظمتها هذا رأي والرأي الآخر قال الجبلة يعني الطبيعة والفطرة الطبيعة التي لا تتغير ولا تتبدل الله خلقها هكذا الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وإن كان بعد ذلك قد الفطرة تلوث حينما ينحرف الإنسان لكنهم العنوان الأولي أنه الجبلة قال بعضهم الفطرة والطبيعة وقال البعض الآخر الجماعة الكثيرة التي تضاهي الجبال في شموخها وكثرتها وعظمتها قال واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين فجاءه الرد منهم ما سمعوا نصيحة شعيب وما سمعوا التحذير الذي جاء به نبي الله شعيب بل اتهموه بالسحر واتهموه بالكذب اتهموا انه مسحور قالوا انما انت من المسحرين يعني انت مسحور أنت لا تملك أمر نفسك أنت تهذي أنت هنالك من سحرك وأثر على عقلك أنت مسحور قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن وهذا تناقض يعني هذا الاتهام الأول والاتهام الثاني يتناقض كلام متناقض وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين أنت تكذب بعدين طلبوا العذاب استهزاء بنبي الله شعيب قالوا فاسقط علينا كسفا من السماء كسف جامع مفرده كسفه الكسفه هي القطعه الكبيره من الحجاره استهزاء بنبي الله شعيب قالوا انت اذا انت صادق يلا نزل علينا حجاره قطع من الحجاره من السماء فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين فما وجد عندهم اذن صاغيه وجد العناد والاستهزاء والسخريه والتهمه ولذلك قال ربي اعلم بما تعملون الله اعلم بكم اذا اراد يعذبكم يعذبكم هو اعلم بشانكم وبعملكم يخلص القران الكريم في هذه القصه الجميله الرائعه ايها الاحبه الى هذه الآية في ختام هذه القصة قال فكذبوه كذبوا ما أخذوا بكلامه ما أخذوا بخطته الاقتصادية ما أخذوا بما أمر وما أوصى وما دعاهم إليه من التقوى ومن الإصلاح الميزان ومن عدم أخذ حقوق الناس قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم وحقيقه يوم الظله من اعظم الايام في القران الكريم يوم الظله تصور انت يعني هؤلاء الله تبارك وتعالى انزل عليهم حر سموم ما في هواء ما في نسيم سبعه ايام حتى خلعوا ثيابهم من شده الحر و صار عندهم حاله من عدم التنفس ما في هواء ما في نسيم حر شديد ظلل عليهم خيم عليهم خلعوا ثيابهم خرجوا من بيوتهم خرجوا من 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 اوكارهم خرجوا من اعشاشهم خرجوا من 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 تحت الاشجار يطلبون الهواء النسيم يطلبون البرد من ذلك الحر الشديد وهم بحالة من هذه الحالة من الشدة سبعة أيام ومن الحر الشديد السموم إلى أن بعد أن انتهت هذه الأيام السبعة الله تبارك وتعالى أنزل غمامة كبيرة فلما نظروا إلى تلك الغمامة الكبيرة ظنوا أنها تحمل الغيث تحمل المطر تحمل الظل تحمل الفرج فخرجوا خرجوا من بيوتهم، خرجوا من اوكارهم، خرجوا من تحت اشجارهم، خرجوا من من كل مكان وجاءوا ليستظلوا بهذه الغمامه التي ظنوا انها تحمل لهم الهواء الطيب والفرج والبرد فلما ان اجتمعوا تحت تلك الغمامه ضربتهم هذه الغمامه بصاعقه ضربه واحده فاصبحوا كاعجاز نخل منقعر راسا ضربتهم ضربه واحده فاهلكتهم جميعا ضربه واحده هذه الصاعقه في هذه الغمامه اهلكتهم جميعا يقول فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم القران يقول هذا يوم عظيم لهؤلاء المكذبين واصبحوا اثرا بعد عين أصبحت منطقتهم قصة تروى وأصبحوا أثرا بعد عين وانتهى ومضى عليهم الدهر وهلكوا بأجمعهم القرآن يقول إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين فهكذا أيها الأحبة هؤلاء أصحاب الأيكة الذين كانوا يعيشون في جنة وفي ظلال وفي ثمر وفي نهر وفي ماء وفي أموال وفي ثروة وفي خير لكنهم كذبوا وتعدوا وظلموا ولم يسمعوا لدعوة نبي الله شعيب بل كذبوه واستهزأوا به وطلبوا العذاب فالله تبارك وتعالى أنزل عليهم هذا العذاب السماوي وأهلكهم أجمعين وأصبحوا أثرا بعد عين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين